تحية تحية شهداء. يا أيش البلاد؟ يا أيش البلاد؟ أشتى مع أخلاقي يا سياسي. أشتى مع أخلاقي يا سياسي. سأستخدم كل قواي. ليش يا حميد؟ ليش يا حميد؟ القيم المعنوية والمادية. في خط الدفاع المشروع. يا أهل المعرفة والقوة. يا أهل المعرفة والقوة. كي يكون لائقا. لقيم الدفاع الحر. محافظا على كرامة شعبي. بشهداء الحرية. والأمة الديمقراطية. وجميع الإنسانية. سأبقى متمسكا. أقسم. جميعنا يدرك ما يحدق بنا وما يحاك لنا في المنطقة. فهناك دول لديها أهداف وأجندة ومقامة لا حصر لها، وبذلك جمعت قواها الظلامية لاستهداف أمن واستقرار منطقتنا، مدعومة بمكر استخباراتهم مستعينة بجماعات إرهابية حليفة لها. نودي نجاح هذه الدورة لعوائل شهدائنا الذين لولا تضحياتهم وتضحيات جنودنا الأبطال ما كنا مجتمعين هذا اليوم على أرض أكاديمية الشهيد علي ملحم، حيث يتمثل دورنا نحن في قوى النجدة بترسيخ الأمن والأمان وحماية المواطنين. فهدفنا الأساسي إنساني قبل أن يكون أمني. شكراً. استعد سلاحك، يسار يمين، يسار يسار.